ارجع مره تانية للموضوع، لانه موضوع الحقيقه صعب شويه. عارفين نتيجه شغل النادي الاهلي طوال السنين اللي فاتت دي ايه؟ حاجه حصلت النهارده، ما هي دي من ضمن الحاجات اللي خلتني اطلع اتكلم مع حضراتكم بهذا الشكل. الاهلي ضمن المشاركه في كاس العالم للانديه بنظامها الجديد وبشكل رسمي، ده حسب قرارات الاتحاد الدولي لكره القدم النهارده في الكونجرس اللي كان اللي شغال حاليا في رواندا في وكيجالي العاصمه الروانديه. الفرق اللي ضمنت مشاركتها بشكل رسمي منهم الاهلي المصري، الوداد، الهلال السعودي، ريال مدريد، تشيلسي، بالميرس وفلامينجو، البرازيليين وسياتل ساوندرز الامريكي، مونتيري المكسيكي، بجانب 23 فريق سيتم تحديدهم بناء على البطولات القاريه في النسخ المقبله. دي اللائحه زائد عدد من الفرق بناء على تصنيف الانديه في اخر 4 اعوام في قارتي اوروبا وامريكا الجنوبيه، كذلك قاره اوقيانوسيا زائد فريق البلد المضيف. هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي عمله، اللي اتعمل في النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة من كل اللي حضراتكم واللي بعض النقاد والإعلاميين بيقولوه، هو اللي وصل النادي الاهلي. النادي الاهلي دائما نادي متطور وبيعمل بيحاول يشوف الخطأ فين ويروح يغيره. هو ده النادي الاهلي اللي هيفضل واجهة الرياضة المصرية وواجهة كرة القدم المصرية على المستوى العالمي. الاهلي في هو المرادف للنجاح في القارة الإفريقية، وهو اللي بينجح اي بطوله بالمناسبه. مفيش حاجه هتغير ده. ده تاريخ اتكتب ولسه هنكتب تاريخ اكتر واكبر بالبطولات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. هو التاريخ اللي فات اتكتب ازاي؟ اتكتب بالبطولات. الناس اللي عماله تقيم وهي حاطه رجل على رجل وقاعده في التكييف مش فاهمه حاجه، او انا اسف، او مش مدركين ان النادي الاهلي في اخر 10 سنين وصل 6 مرات نهائي دوري الابطال. اللي بيتكلموا يقول لك اصله جايبين مش عارف ايه وعاملين ايه وجايبين ايه وعاملين ايه. عاملين بصراحه عاملين فرقه رائعه وفرقه كويسه جدا وكل حاجه، ولكن في 2019 عندما هزم النادي الاهلي من سان داونز بخماسيه ايضا، ايه اللي حصل؟ الاهلي بعد كده خد البطوله سنتين ورا بعض، لكن ايه اللي حصل لسان داونز؟ اللي حصل لسان داونز اتغلب من الوداد وخرج. الكلام ده كان لازم يتقال في بداية الحلقة النهاردة، علشان الحقيقة الواحد بيبقى متضايق جدا من بعض الإخواتنا وأصدقائنا. كل واحد له الحق، ولكن ارجع بص، ده ورق 1+1=2، عمر ما 1+1 هيساوي 3 إلا لو حطيت له 1 تاني، فهيبقى 1+1=1. ف1+1=2، الأرقام والتاريخ كل حاجة بتتقال بهذا الشكل بالأرقام والتاريخ. أنا ما بتكلمش مع حضراتكم كلام مرسل، اصله 20 سكاوتنج واحد وناس في جنوب افريقيا وناس في امريكا الجنوبيه وناس في مش عارف ايه وناس في ايه وناس في ايه وناس في ايه. النادي الاهلي بهذه الطريقه اللي بيتم تطويرها سنويا ان ما كانش شهريا كمان، لان في حاجات انا ما اقدرش اتكلم فيها. بتلاقي دايما تطوير بيحصل داخل النادي الاهلي منه فيه من نفسه. من نفسه النادي الاهلي بيطور دائما من نفسه.